بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. التقليد دين الإنسان كأنما تصح به العبادات والمعاملات وينجو به الإنسان في يوم القيامة. فإذا كان مهمل أو مستعمل للدنيا أو لشيء غير الإخلاص لله سبحانه وتعالى، شيله لما بالزبالة، المن نذب بالزبالة، نذبك لك المهمل إذا كنت مهملا. صدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قاله، اللي مهمل بالتغليل شيله نذب بالزبالة. صدر الثاني اسمع وافهم اللي قاله، اللي مهمل بالتغليل شيله نذبه بالزباله، شيله. من كلامه المقدس لازم تعرف وش يريد، من كلامه المقدس لازم تعرف وش يريد. يريد منك يا مكلف الصحيح انت التغليد، يريد منك يا مكلف الصحيح انت التغليد. لازم تطبق كلامه وتترك انت العاطفة، لأن بدون الأعلم تبغى انت مشكلة، لأن بدون الأعلم تبغى انت مشكلة. من كلامه المقدس لازم تعرف وش ريد منك يا مكلف الصحيح انت التغليل. لازم تطبق كلامه وتترك انت العاطفة، بدون الأعلم تبقى انت مشكلة، تبقى انت مشكلة. صدر الثاني من قال اسمع وفهم اللي قاله، اللي مهمل بالتقليد شيل الذبة بالزبالة، شيل الذبة بالزبالة. قصدنا يا معلم انت نبهت الأمه، لازم نعلم طريقة واضحة ينصل لأمه. ضحيت بحياتك قصدنا يا مقدس، جبهتك بطلات وجبهت من هو ارجل. قصدنا يا معلم انت نبهت الامه، لازم نعلم طريقه واضح وينسلم. انت ضحيت بحياتك قصدنا يا مقدس، جبهتك بطلات وجبهت من هو ارجل. الصدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قال، ايش قال؟ اللي يصير على مسديد اعلم، بعلم معروف وقياده وبعلمي تشديد. ينصر الاسلام وهو من طرفي بالتاكيد. خلنا نراجع في كلامه ايش قال الصدر الشهيد.
شديد بعلم معروف وقيادة وحني ميتة شديد يسر الإسلام هو من طلبتي بالتأكيد صدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قاله ايش قال اللي مهمل بالتقليد عن شيلة ذبة بالزبالة صدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قاله قال اللي مهمل بالتغليب شيل الذبه بالزباله شيل الذبه يا شهيد الجمعه وينك ارواح العلوم دعمك الجماليه كبديتك محصون دينك دنيا وخصام السلام عبيد وفساد وانحلال وما عفا شهيد الجمعة وينك حرب وحتى علوم في الدين الدنيا وصفهم صنم الصنم عبيد وفساد وانحلال وما عفهم يضرب ترين والصدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قاله اللي مهمل بالتغليب شيل الذبة بالزبالة هو خالف من هجد ينادي باسمك يا صدرنا هو خالف من هجد انت رايد حوزة بيها انت رايد حوزة بيها اعلام يقود البلاد هم خلوا بجهلهم هم خلوا بجهلهم تعبد اصنام العباد تعبد اصنام العباد اللي خانك بعد خدك انت شاي صورته ينادي باسمك يا صدرنا هو خالف انت رايد حوزة بيها اعلم يقود البلاد هم خلوا وجهلهم تعبد اصنام العباد هم خلوا وجهلهم تعبد اصنام العباد الصدر الثاني من قال اسمع وافهم ايش قال اللي مهمل بالتغليب شيل الذبة بالزبالة كلا كل سلام نعم نعم عالمية الصدر الثاني من قال اسمع وافهم اللي قاله اللي مهمل بالتقليد نشيله وذبه بالزبالة نشيله وذبه بالزبالة نشرق الحاد وفساد والتخلف والخمور نشرق الحاد وفساد والتخلف والخمور نشرب العمق واعلم وقالوا لا ماكو ظهور واحنا جابهنا الطقات بالعلم والمعرفة اعلم واحنا جابهنا الطقات بالعلم والمعرفة اعلم عندنا قائد هو اعلم عندنا قائد هو اعلم واحنا كنا نعرفه نشرب العدو فساد والتخلف والخمور نشرب العمق واعلم وقالوا لا ماكو ظهور اللي مهمل بالتغليب نشيل الذبة بالزبالة اللي مهمل نشيل الذبة
كل عمره وحياته باجتهاد وبيض، علمنا نشكل عليهم دول زمرة جاهلين، وعدنا راية بيد نعلم يا للدارات الحسين. صدر الثاني من قال اسمع وفهم اللي قال ايش قال، اللي مهمل بالتغليل شيل الذبة بالزبالة، شيل الذبة بالزبالة. اشكال الجاهل علينا، اشكال الجاهل علينا، يقول انتو خوارج انتو فتنا وهذا رامي امركم اللي خارج. اسمع اسمع خلنا اقول لك وينك وين اتهامك، انا صرخ وهذا علمي، انا صرخ وهذا علمي، وينك تبع علومك، انا صرخ وهذا علمي، وينك تبع علومك. اشكال الجاهل علينا يقول انتو خوارج.